لا لا صارش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان ونايث ما شاء الله ذا سعدية صح أفطوركم، ربي تقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. هتيجة على ربي من الشهر نارا يقل في المؤمنين مرة الخير والبركة والرحمة. لا شك أن الله تعالى جل جلاله أراد بمثل هذه المواسم، مواسم الخيرات، أراد لنا الخير والأجر والثواب. ماشي دا عتبي قواغي عتب سيدي ربي سرمطان هي غنتغي ماغي الشهر 14 ساعة يا 15، حاشاه ربي جل جلاله. ربي نتشور ذو الرحمة قسموني الرحيم والرحمن ينواس يوثن تمطوث تلام فتحو فمي سكن كان دا طوفان اكني ديلول دل شهور كانت تبحث عنه في السبي أسمه توفى غكين ضربعيث حضنته وألقمته ثديها. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إزرات وشبيح النبي أفتصر ظلي ثرب إسلاميس وزرات يمدو كاليس، قال لهم: أرأيتم هذه ملقية ولدها في النار؟ أرأيتم هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: أبدا. قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. الزران يوثن تمطوف فتحوا فمي سكن كان دا بسوح دا طوفان تنوان يموثني غدا شي ستران تلحق فلا سكن غزرت تروح تربعيث ثربعيس شدة الحنان في كياس هذه الطط ملان النبي صلى الله عليه وسلم هم يتزرى إني يسوي أكون سقسي أي مدان إي ثي ثوران أكي تزمرات تطير مي سيين الطفان أي ثوران يتحضن تزمرات تطير ثكا غثمس ناناس بالمحال أرثيين وثزمرا لن أتخدم لأنه ذا الرحمة تسع ذا الرحمة تسع انت تي فغيت العقل مسكين توه توفاره ميه توفاره تزرات وتزري داش يستخدم مسكين باش يسنينا وشويح نبي يفتص الظليت ربي اسلاميس. إن يسل الله أرحم بعباده من هذه بولديه. نعجب الرحمن تمطوط هي غرميسة مال سيدي ربي جل جلاله أعظم وأوسع وأكبر رحمة بعباده من هذا المرأة بولدها. سبحان الله، سبحان رب العظيم. وعظمة الرحمن جل جلاله تتجلى في كثير من الأشياء. ما لنا بغان يعني علم أمشي الرحمن سيدي ربي قش تبين قلت حاجة تبين الرحمن سيدي ربي. أعظم رحمة رحم الله عز وجل بها عباده أن أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل. أنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل. مغدي ويغدو النثية مدي استربابة نغ آدم عليه السلام يعني غباشة يعبد باشة سيفك الحقيس ذو السنة ذي سعدين وذي قلارو خامسا مزورون الجنة. ملان الشيطان ينعذو يحضرت إرنان قليل ريسلين الشيطاني سيدي ربي من رحمته بينا أرسل وبعث وأنزل إسطر دواليس باش دايم ندن سمحتيا إيواش إدن الله ذا قدوني تي وذا شي تويد أنخدم إشي عقد الأنبياء ذا الرسل باش أنتفر بريد إنسان أقوين الإيمان أني عليم بالليك هذا نبرديك صوت غرض ربي سبحانه الجنة. فهذه من أعظم مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل بأن شرع لنا شرائع بها يقوى إيماننا ويعظم يقيننا فيه وفي الجنة. بهذه العبادات
ننال الثواب الكبير والأجر العميم بهذه الطاعات إن أديناها. من وجدك أنت أكني لاق ما يقبلت ربي في اللانا وغيرت يقبل ربي إن شاء الله في اللانا وغجمعين سواء كان إن شاء الله بسببها ندخل الجنة سواء كان إن شاء الله هرين شمغ الجنة تاري يرضو ربي في اللانا وما أدنيني عن الجنة ثيث ما قد الحاجة تمقرات ذي الحاجة تمقرات يقرد عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم في الجنة لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها المتران وكلق الجنة إن خير من الدنيا ثي مرض ويقل لنزيس شيء لا يوصف شيء لا يوصف الجنة هذه جان الهلاكيين تمغاريين ذو بحريين ذو الهميين ولا أشري كل شيء حبس غثورث أرنت مغار ونت مزين وغيت زار بحرين ونهلك ونصطف وسو ننعم ولا نبأس ننعم ولا نبأس ذا المتعة ذا اللذة ذا متعة كندين أيني قشتها بنذم أيني قبغى أثدي الحق ماشي دنسارة يروح نغرغرس ماشي دنسارة ينعتبن سيدي ربي غسدي صخر كل شيء ولهذا السلام ورحمة الله من آدام النظر والتأمل في الجنة زاهد في الدنيا غير وتسخ العرم الدنيا ثي وريعا من إن شاء الله ده شيء دي تراجين ده شيء دي تعسان والله ما تسخ العيث الدنيا ثي فضلا أنه تسخويته كان ذي فغي العقليس ذو السام ذا مسافر أم وينك حبسنا كان غاثيل يوم الشجرة ذي سقر ويسكي باش هذي كمل أبريد ماشي دينا ريقيم وماشي تسامورثيس وماشي ذيني كبغار بيث دي خلقني دي وين غردان زياس ف ذو الخير مقران الحسن الله جل جلاله من عظيم رحمته بنا أن شرع لنا مثل هذه المواسم مواسم الخيرات ثم حضاش نشارك سقاس نغفل نذكر كيرا كيما نوق القاع الهموم ذي الغموم ذي الشهوات ذي الشبهات ضعف الإيمان سيدي ربي بلك نسمك ثيثي دو زرغا لان أيوق أولا ينسوقي لوسن السالة لاني غثن قرار لان ونزرغا لان أيوق دايما يتفاق درمطانا كي القاع يتفد الإيمان نوغ دايما ينقص يطعف سبحان ربي العظيم يوسى درمطانا كي بشاختي سالي يوسى درمطانا كي ينغدر على عقلنا يوسى درمطانا ينحس بالعبادة ربي غين الله يوسى درمطانا يا أغيس قربك شما وسيدي ربي غدي خلق يوسى درمطانا يا غيث ما ماشي ذا الريحان الشربان يديوي يوي ذا الريحان الجنة ولهذا المؤمن يسحو السي أنه الجنة أيث قرب قرمطا أسي قال لو كان لو كان ذي لغاك يطول العام إسهلي ينغذ قرغ عشر الحزاب قاس إسهلي ينغذ جغاك انت ذاك نديري ورزار غور السال غور قار غين وريس خطر بي سبحانه يسهل في اللي غد خمغ الخير ذي رغفوسي وغل جيبني غد هون غد كامي من دان كل شي سهل قرم الطان ليش هذا المعنى المعنى سيدي ربي ميك قنع ذوني نغم قران وثي جارة غد يخدميني قنوم يخدم قلفطار إن دوي غون الخير كي ينشو يغا تاليم الجمع مكان تقسل تنه تشارم أشكرني الحسنة ثني غد يتشار هذا الذي أريده بنا لما شرع علينا هذا الموسم موسم البركة والخير والأجر والفضل والإحسان والله هذا ينقب سيدي ربي في زينة ونقف فيه منارا قرمطان الشيغيين ماذا نوري فيه مارا ما يلغو ديري طارا الشيغيين المؤمن غلباليك ما زاليك في بعضت حتى غيني الزمت بلكو كتين فعارا لأنه عليه الصلاة والسلام إن داز طاسم مدى شحال الغاشي غاري زمان غربي ورخدي من كرا قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش إلا الجوع والعطش آية إثماء أي حاجة غلاقنا علم دشي يبغى ربي منها وهزكتي نغص صدقة ذا الغرامة لا لا حاشا وأثنويت وين مثكيتك يغي وعرف سيدة ربي ما في صغر الله أكبر الله
وقت الأذان. اسمك سيد عند الحبس ترى شيء ذا يمغور الشيخ قال لي سهو أنا أيوة صح الند ما دام سيد ربي إقناع الشرعية أعذوني نغم قرآن تسمى يبغى يغرب الخير يبغى يغد نقربك إيش ما غرغورس يبغى يغنى أن شركيا يشكرنا الحسنة فشعرة قبل أزكام وهني سلسكة في الميزان ذا الزاين إلدي أغدكتي ورنين الرحمن ذا المغفرة قردتو بذكا السلام ورحمة الله إن دروح ذكا شركا أنك غرغوري ما دروح غسل كثرة غرغورون. فمن عظيم ما في رمضان أنه جاء ليوحد كلمة المسلمين وليؤلف بين قلوبهم وليجمع ويوحد صفاهم. أمك الشيخ شوف المؤمن مرة كل أمكان هذا فطرناك يجيون الوقت وإذا حبسنك المكلة ماك يجيون الوقت ليش ذي المعنى صومكم يوم تصومون أي كلكم وفطركم يوم تفطرون تسمى سيدي ربي بعضيني بغيغا كنت جمع وبالك كغيون كان بغيغا كنت نرغا كي تخدم يوث الحاجة مرة ونك مثل لي باش أكون ديني أنه غيلا قد عيش مكة قدوني ثي إلا قد تلي المودة والمحبة قراول. وعليكم السلام ورحمة الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيني قد فريق قروا لوني حرمة سيدي ربي أيني تغيير نولاون ابن عيسى ربي أي نردي جن المؤمنينك أم فارق مشتات وإذا عذوان سيد ربي غير ندحذرت وهي وشيط الحرمة صدرت فيه ونك الغيابس من مقاصد تحريم الغيبة ذكى لأنه غادي سلغ الزاتة فانتظرت في الأسا كيك الغيابس هكي كره هذه يبقى غادي ربي غشمل غلقوليس في الليل والمؤمن موطن غوكا تبان الغليل بعثنا حقذنا كي يتعسن البعثنا وصديقي مكرا
وصندقي مكرا قواتنا عزتنا كرامتنا شأننا عند الله عظيم يوق ما راني لي غكفي نول ماشي المعنى ما راني لي في نول ونسم خلاف راه الا خلاف يكسبي ربي فلانا ولكن الخلاف انتجت كجار انا وريت عدايا انتج راه وطربول بمعنى غسن مخالف مثل المسالت نفقد الجامعة كايا هذه قبل ربي غيما صيام نغض القيام ان شاء الله بخير يثليت تنسلي غدا موطيني ثليت ما لا كيران كذا يدي ربي شفا يا سيدي يديني ماشي ودي كي مخالفني طلي ايه ما مخالفن كان الى قدم فرقا وذين نسينا راه كني نسين سلم انت قرايا غندو ماشي المعنى من مخالف الى قدم فرق نمخالف يغاب الصواب يكتم سات بالك هذا الشيء في الحق نغنك ولكن لا يدل هذا على انه الى غير على غدا عداو ني غير تعتد عداو ثم الاعظم من ذلك انه ورث عداو تاهي من دريانا ماذا يثمثن كان كاين ها بالك زرايون يسلم في عمي دول ويتسيني قالوا كان زرايون يشمعوا خم عمي كني زرايون كي تدو دمي ميس عمي وثلي دمي تاهي مصيبه تاهي مصيبه من هو تغوكا تمو السينارا ونفهم راسنو غراي سيدي ربي الراي ملان ذيني كيشتر نقال ينسلمان قيوث انتدر قيون وخام يونو عبطي انديجان يونو ريتم لا عيوان ويكاث قوا ويدع ذوا نبعاد فين يقضي خلقاكم في الله سيدي ربي هذا نصفقع سيدي ربي في اللانو والله ريش في عزينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم اهضرق نبي محمد صلى الله عليه وسلم مفكري مدانا إن دمرد كرماك يكون دجمع ربي غيون ومكان أكن باش يكون يحاسب إن داد رحمة صحوفا في الليق باش دشفع غزيوان وكن دفكات سوما كايا قل حوضيا يدفك سيد ربي الكوثر إن داد تولا مدن زريغ ذي الأمين ويلان أمكي قزران في محمد صلى الله عليه وسلم سني ذي الأمين لأنه سيد ربي يوعد أنه الأمين سيقت زلا وإذا كسوا شيء توضي كي يتغلطوا يوم القيامة ظنوا راردي فوق السين فهذا العلامة التي بها يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته إيو شراغي السين الفايدة أنه باش يدي شفع زينة باش يدي شفع زينة ليش المعنى شفاعة الشيخ شفاعة المعنى غادي تفك يفوس وذي هضر سيدي ربي أسيدي ربي ويقبد أنك يكاري فسني إلا ذا شيء يخذ مكان أشف ما ذيريث إلا ذا شيء يخص شو شاريك شمغ الجنة هاتان تكتبت فلاس هذيك شمغ ثمس أسيدي ربي طلع يخكي إذا كان أستعفوت أستسمحات أيني في خصا كم لاست وعليكم السلام ويمقارن الشفاعة إلا وين ينزينا وقبغانا لا ندي شفاعة سيس نبي محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة هي سعى الشرط سعى الشرط باش أني لي قوي ذاك غير جعل ربي قوي أذي جاتي جعل ربي ذا شفاعة إن شاء الله يوم القيامة ولكن الشرطين إن نبي محمد صلى الله عليه وسلم حذر تيد اسم يوم القيامة قوي ذاك قلان يقفرقن صف المؤمنين يقشتن الشمل ينسلمان يقعاشن سيون الدين غيوث القبلان يتزلان ديون الربيع بذل ولكن ذي عذون اللان إن دثن استهل ما نشفع عينه إن دثن استهل ما نشفع عينه نقذ الشيء غيف لنا والله نقذيث فالصيام أسمي الديوسان يا يفدون قل في جرال ماذا المغرب ينسل من الكل يعني أن الأمر ينغم قرب ذون اندر فاكين يبغى دين يا سيدي ربي جل جلاله أبغى كان هذا قرب يا روان أبغى تسدي غولة ونون أبغى تسيلي غكال أخوة يا روان تيما تسني غكال أتقوى أتكون جغة حسن أنه المؤمن والإزميران غادي يعيش بالإيماس أن سعادة مؤمن قد نث ولد ذاته وإحساسه وشعوره بالراحة والأمن والأمان مري لين يسعى غيثماس تحب بين سكنه نتحب به يخدميث انتك يخدم يتقاذريث انك نتقاذر وهذا للأسف الذي نشتكي منه ماشي قمارة ثورة قيوث انت الدرثني قيون وخام قيون وخام قيون وخام تكريب باش يهديني فلان والله هردر يسمى ما شاء الله تمس فها من السنة ديون وول يا صباح إيش حال نفرح لأنه صباح العشاء الشيخ أنا حوجي كيوث متمسالت هذا شو كان يلاقاك قرانو أنا عم تفضلو هذا شو من هذا شو من قربعة خمسة ويا وريت من العرض يمس عفا شو ما
وي في لابونسيون يماس وي في لابونسيون باباس وي في ليسا وي ويسن اكثر المهم وتلي ما راه بخير ولا راه بخير يو نوريت سليم فايت يو نوريت حوف وايت بالعكس بالك اكثرهم كاين تملاقا وخا ميهنش راني نجوج يعني غين سلم نيك اكتمن ربي اكزران الدني ثيم تتفاكا وتسوارا تصوت النكس الكثرة وكا والله ما ثويت والله ما ثويت فالغيبة ما حرمت إلا لأجل أنه باش سيدي ربي غادي يبلع ثور حتى لا يدب حتى لا يدب الخلاف والشر والبغضاء والحسد والغل قالين سلمان لأنه ما يكشم يوفى دبريد الشي غاية غرولو للنار أنقلو نسوارها أنقلو نسويه راق سيدي ربي سيدي ربي طلع يراغ غرغرنا إنا تقارا ونوه تفري مارا قارا ونوه تفري مارا وثرحي مارا البعض ما تحوف ما أكون حرم أكون رحمه من كسي وساوي ياك يرحمه من في الأرض يرحمكم من في السماء ياك الرسول صلى الله عليه وسلم يقال ربي أن أكون يعاملك ناس معامل ما كذل بعضنا طب غيتك يسمح اسمح طب غيتك يهون هون طب غيتك يرحم مرحم طب غيتك دي لديتي ولا لديك شتيف مدن إلى قاني في مكة أريقي مارا الصيام ماشي تسبور ماشي تدواء كان الصحة الصيام جاء لهذا ليجعل المسلمين المؤمنين الطائعين يغيق اللان صح نقارك نعبد ربي نبغى نذير ربي فلانا إن دبي غد حسن أنهم قلب جسد واحد ماشي ذنبي صلى الله عليه وسلم إدنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه والله رنموك المؤمنين يغيق تحب سيدي ربي قال ما نوطر ثا دا شو تستيين الشيخ ألما غيث ما غكات ولا غما كندنكي أين بغي غين تمني غين زرغي صلحي تمني خثا تسعونك مدن تمني خثاك تسعون مدن أكني تسعغنكي أذفر حنكني فرحة أذفر حنكني فرحة مطوط تيما زريتو لي ذوا يتمني يتهوين الخير مدنك لي تحبي غير العمريس كشتي ذا المؤمن إن شاء الله كشتي ذا المؤمن فرح الإيمانية غير الصعيد تقولي أثنوي إن شاء الله هكي ينفع عزكي قالي فاسنا ربي إهضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم غيون ووا أهلو كان نسلا أسنسل ماشي أكرمكم الله سيم الزغن النار إلا قز نسل سولا وننا إنا تزري إن دلن كريم دان يوم القيامة إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء فشو لقربهم من الله سبحان الله إن يهلن كرام يمدن أرلند الأنبياء أرلند الشهداء ذي فلاحن لدنين كنيا ذاك ذي فلاحن ذا شو يمدن نين فلاحن أسمي زران أمكن سنغ سيدي ربي بل سيدي ربي يسوج ذا سنق الجنة أمكن أهأث قربان الأنبياء ذو الشهداء أنا سأسدير ذو الهان من نغاني لقوي ذاك يا سبحان الله الأنبياء والشهداء يغبطهم إيه الأنبياء والشهداء من نغاني لقوي ذاك فقام أعرابي في ناحية في قصية المسجد وألوى بيده إلى رسول الله يا رسول الله ناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء لقربهم من الله صفهم لنا حتى نكون منهم إن أخذ رسول الله من هوث وذاك أكنا نخذ من يليك وذاك حسيت أنه نرد الشرف مقرن النبي أسين يا سيدي ربي والهربي غادي ليأخذ واق ماشي عمل حاجة إلا كران الشرف ثروة ورحواج غلى الوزيري إلا الرئيسي إلا للسلطان ما يند النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالت الله سعيد قربت ما زال الطلاق إن كأحد ولو رحواج لا باب لا يبما وين النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله أي شبح النبي أنا مغانا عيليا من هوث وذكع إن يسون الله هاكم دينيا ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل يعني دي فلاح بلك استنوم ذي العبادي قل لنا كي ما شمكون ميا ذا شو سعان يوث الخصلة
تم حبا تم خوان إيوذ مربي نصيني تذيون هول ويني ثيق رحن كرام ثيق رحن ثيق رح وايد ما يفرح يون يفرح يماس وما يحزن يون يحزن وايد ديدس أذيون هول أذيون هول دينين بغا أغوى كين بغنوت سيدي ربي يقصد الشي غي مغدنا إلى قد ظل مكة كتجمع وتزوم مكة مثل لي مليون شهر وغي قريب ذو قيون الوقت وذي فك عيون الوقت ومن بعد الصيامين صلاة العيد غيش مع ربي غي قيون ومكان وان مسامح وان مغفر لأنه غين سلم وحيدين سلمنا كي تويد العيش المشي أكن اثنين فإلى متى الغلي الحق ذي ذي الحسد في جمعة ينظري كومبلون يقترن البعضنا ذي عذاوان طرا فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل عزب بما لديهم فرحون إلى ضرب بلكة لمن مذكا ولا تكونوا ندو تليثار مكة وتليثار مكة وتجاثار الشيطان ذي تطف اللون وتزلثار ما استخدم من البغينس تيم واد البغين الشيطان ولا هارد واد البغين الشيطان أم كي تعلم أنت الشيخ علمه إن دو شبح نبيان فلس أزالي ثربي السلاميس إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم هقلكم دانك مثل لي مكسدوق الله يبارك خيار الناس ثدر ثيين تقاعد نغا ثدر ثيين كين زونين نغي بساوين نغ مادرين كيانك نهني تزلن كن نتزلن شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله شنو هني دان شهد تزمو نكن تزمو عيوث القبلة ديونا ربي ندعو وذيوث نتسمني نتسمني نكشم غل الجنة أكا إن دي الشيطان ثاني زرا ودي تسارة وسني قشو غصر كعم وسجدني غصيني نواني لي ديك يعلم إن دي شو كان إزرا أنه نزمرا كوني ترق يوث الحاجة إرنا غير ضامي لحقيتي شطاس ذا شو أتشع القارهون أما أتشع القار السناث انتوذري نغسل العروش المهم أتشع القار المؤمنين ما إلا نشع لي تحرش القار سني الرثن دي عذاوني نور حملوا يو نور الطيقاضي زروايط ويغيد عس الشريوة أثي زرق البعيد أذي بدل أبريد أذي هدركة فلاس قلقها وينغذيني الشغل إن دي فرح إن دي منا أتياوض وما يصوت يعني غزرات إن ده ثاني تمتلس الفرحة إن ده تعود مرقك أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يجعلنا على قلب واحد ونسأله سبحانه أن يسلم ويصفي وينقي قلوبنا هذه من الغل والحقد والحسد اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمع كلمتنا واحدة على الحق وأن تزيل هذه الضغائن والحقد والحسد الذي عشش في قلوبنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى يا رب العالمين وصفاتك العلى أن تجعلنا من عتقائك في هذا الشهر من النار اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شفيعا لنا يوم نلقاك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.